متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتبت رواند بودرغم تقول إن انفتاح حزب الله على دعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى عقد لقاء تنسيقي في ملفات أساسية على رأسها الكهرباء والصندوق السيادي قابلها بإيجابية حذرة لسرعة جنبلاط في الاستدارة السياسية. وأضافت عشية الاستحقاق الرئاسي وفي خضم تسارع الإيجابية في الملف النووي الإيراني، يرسخ جنبلاط ربط النزاع مع من سماه الجار الذي لم يأتي من القمر، إنما مكون من لبنانيين وليس أجانب، معتبرا أن أي رئيس مقبل يجب عليه أن يحاور حزب الله ويستوعب سلاحه ضمن هيكلية دفاعية للدولة اللبنانية. ونقلت بودرغم معلومات للبنان الكبير تقول أن جنبلاط لن ينغمس في النقاش الرئاسي مع حزب الله قبل انقشاع التطورات الإقليمية وتبلور الموقف المسيحي من هذا الاستحقاق، ولن يكون اللقاء يتيما، وهو مرشح للتنسيق الدائم ولكن من غير المطروح حاليا لقاؤه مع أمينه العام السيد حسن نصر الله لاعتبارات عديدة أبرزها خارجية. ولفتت بودرغم إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على الاتصال بمسؤول وحدة التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، واستكمل الوزير السابق غازي العريض التواصل مع حزب الله لتحديد الموعد، وكان اللقاء مقررا الأسبوع الفائت إلا أن أسبابا صحية أدت إلى تأجيله، وجرى الاتفاق على معاودة الاتصال بعد الانتهاء من العاشر من محرم لتحديد الموعد. من جهتها قالت هيام طو أنه قبل أيام من زيارة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت لنقل الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني الأخير، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال إطلالته في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية لبيروت أننا نتطلع إلى لبنان القادر على منع أي يد من أن تمتد إلى ثرواته الطبيعية، كما عملنا على قطع أي يد حاولت أن تمتد إلى أرضه وقراه ومدنه. وفي قراءة لكلام السيد نصر الله ينقسم اللبنانيون بين من يعتبره وكأنه وصاية كاملة على الدولة ومؤسساتها، وهو من يقرر الحرب والسلم، وأن الحزب ينفذ الأجندة الإيرانية في الخطاب التصعيدي خصوصا أن لبنان ساحة مستباحة، وبين من رأى أنه خطاب طبيعي في ظل غياب الدولة وقبل مطالبة المقاومة بتسليم سلاحها فلنبني دولة وجيشا. هذا الكلام اللبناني الداخلي لا يقدم ولا يؤخر. أما أكرم البني فقال أن السؤال عن حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله مع تواتر تبادل عبارات التهديد والوعيد بين الجانبين على خلفية تعثر مفاوضات ترسيم الحدود، ثم ما قاله مؤخرا قائد الحرس الثوري الإيراني بأن حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة إلى الكيان الصهيوني وإزالته من الوجود، والأهم توقع تكرار سيناريو حرب تموز 2006 حين جاءت بعد الحرب التي شنها الإسرائيليون على قطاع غزة، بما يوحي بأن معركة إسرائيل في غزة اليوم هي ربما المقدمة لحرب إسرائيلية جديدة على الجبهة اللبنانية. والحال كي يستقيم الحديث عن فرصة وشيكة للحرب بين إسرائيل وحزب الله يفترض وجود دافع قوي لاندلاعها عند الطرفين أو عند أحدهما على الأقل، ربطا من سداد سبل التخميد والتهدئة وتوافر جهوزية واستعداد لتحمل تكلفتها ماديا وبشريا. بدوره الراجح اعتبر أن بمواقف القوات اللبنانية المرتبطة بقانون النتائج غير المقصودة كانت ولا تزال في خدمة مشروع حزب الله. عدم الاستمرار بمشروع ومشروعية 14 أذار والتراخي أمام نهج التدمير لبنيته، تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا وذلك من ضمن اتفاق الدوحة ومنهم القوات، العلاقة مع سعد الحريري والتي انتهت بعدم تسميته لرئاسة الحكومة، العودة الدائمة إلى التغني ببطولات الحرب الأهلية، اتفاق مع راب، الشعارات الانتخابية الأخيرة والتمسك بقانون الانتخاب اللعين، انتخابات اللجان النيابية الأخيرة، والموقف الأخير للقوات اللبنانية من تسمية رئيس الحكومة.
متابعينا يمكنكم متابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا على الموقع الإلكتروني grandlb.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل.